تحضير القطايف بالبيت بطريقة سهلة وناجحة 100%. كبيتين من الطحين المنخول، ضيف عليهم نص كوب من الطحين الفرقة، ملعقتين كبار حليب ناشف، ملعقتين سكر، ملعقة صغيرة خميرة، رشة ملح، ونص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 3 كبايات مي فاترة، حطيت 2.5، وهدوب ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم بنص كباية المي الباقية، وبحطها فوق الخليط، بخلط الخليط ليروحوا عندي كل التكتلات وبصبه. لازم يكون عندي بهيدا السماكة لرقيق ولا سميك كتير. حميت المقلاية، لازم تكون على حرارة عالية ونار متوسطة، وبصب. بس لما تخلص هيدي الفقاعات عندي وتنشف، بشيل حبة القطايف وبشوفها إذا ناجحة من خلال لونها والكنار الأبيض اللي طلع عندي والفتحات تبعية القطايف الصغيرة. شوفوا لونها شو حلو. نحشي القطايف الحشوة اللي بدنا إياها، ممكن نشويها أو نقليها بالزيت. هيك وصفتي بتكون خلصت. جربوها، ألف صحة. هنساوي الكنافة بطريقة كتير طيبة وسهلة بنفس الوقت. في عدة نقاط لازم نتبعها. أول شي بدنا نبلش بالقطر. القطر لازم يكون عند، لا يكون كتير رخو ولا كتير سميك، يعني 2 كباية سكر و2 كباية مي. بحطهم على النار بس لما يدوبوا تقريبا 3 ساعة ويغلوا، بدي أضيف عليهم ملعقة صغيرة أو عصرة صغيرة من حامض. الحامض ما لازم يكون كتير حتى ما يغير طعمة القطر ويعطيني مرار للكنافة لما صبوا فوقها. هلا بحطه على جنب وبدي بلش بالكنافة. أهم شي بالكنافة الجبنة، كل ما كانت نوعية جيدة هتعطيني كنافة طعمتها طيبة، وأفضل نوع هي جبنة النابلسية وجبنة العكاوي. إذا ما متوفرة عندكم فيكم تستخدموا كمان جبنة الشلل والموزاريلا. إذا كنت استخدمتوا جبنة فيها مالحة كتير مثل العكاوي، لازم تقطعوها وتحلوها وتغيروا لها المي أكتر من مرة حتى تصير عندكم إياها حلوة. بالنسبة لفرق الكنافة، فرق الكنافة هيدو قلت لكم الرابط هحطه أسفل الفيديو. والسمنة، السمنة لازم تكون سمنة حيوانية، استخدم تقريبا 2 ملاعق كبار. إذا عم استخدم صينية ألمنيوم، لازم نعمل طريقة صغيرة، هي إنه نحرق الصينية. يعني حطيت ملعقة صغيرة من السمنة وعم بفركها وحطها على عين الغاز لتذوب كل السمنة وتختفي. طب أول طبقة من الفرك هأنخلو حتى يعطيني طبقة ناعمة كتير. هحط كمية لتغطي كل الصينية، وبرجع بحط الطبقة التانية من الفرق. الكمية لازم تكون حسب النظر، يعني لا تكون رقيقة كتير ولا تكون كتير سميكة. هلا بدي اكبسها بايدي او بكبسها بصينية تانية او بكباية بالطريقة اللي بدكن اياها. وبدي احط هلا الجبنة. الجبنة عندي اياها مصفاية تماما، اذا انتو حليتوها قبل باليوم لازم تصفوها كتير منيح بمصفاية حتى ما يضل فيها مي. الجبنة لما وزعها ما بحطها على الطرف مشان اذا ساحت ما تلزق بالصينية وتعذبني لما اقلبها. لازم اتاكد انه فرك الكنافه موجود عن الطرف، وفيكم تحطوا كمان فرك الكنافه على وجه الجبنه تمتص شويه رطوبه اذا فيها. بالنسبه لطريقه خبز الكنافه، عم حسويها على عين الغاز من فوق على العين الكبيره. حطيت طرف الصينيه وبدي بلش بالرمى على مهلي شوي شوي، هتاخد معكم تقريبا 25 دقيقه لتبلش الجبنه تسوح ويحمر الحواف، بعرف انها صارت جاهزه. إذا استخدمتوا صينية تفال فيكم تخبزوها بالفرن، بتاخد معكم 25 دقيقة وبلا هيدي الطريقة. هلا بلشت الجبنة ساحت معي، شوفوا كيف صارت، وأطرافها كمان حمرت صارت جاهزة عندي. هلا هحطها بشوية بصينية فيها مي باردة تقريبا كم دقيقة بس حتى أتأكد إنه هتقلب معي من دون ما تلزدي، وكمان سويت الحواف بهذا الشكل. هلا احطها بصينية تانية واقلبها، هي وسخنة، يعني كل هيدي اللي حطيتها بالمي والحواف ما بتاخد كم دقيقة. القطر هحطه شوي شوي، ما بدي زدته بفرد مرة. القطر لازم يكون عندي سخن بس ما كتير عم يغلي، وهي الكنافة كمان ساخنة. إذا برد معك القطر ممكن تسخنيه شوي، مش عم يغلي بس يكون سخن. مزينة بالفستق الحلبة حسب ذوقكم. وصفة اليوم كنافة التوست أو الكنافة الكذابة. هنستخدم التوست بدل فرق الكنافة الأصلي. عندي 18 حبة من قطعة التوست، إلى يومين شوي بالبراد بيتي، أو فينا نحطها للي كاملة برا قبل ما نفرمها. منقطعها 4 قطع ومنحطها بالفود بروسيسر
ومفرمها بتصير ناعمة ويصير شكلها مثل فرك الكنافة. منذوب أصبع الزبدة أو 100 جرام من الزبدة بالمايكروويف ومنفرك فيها كل فتات التوست بإيدينا، أو كان فينا نحط الزبدة كمان بالماكينة نحن وعم نطحنهم. بعد ما دخلت كل الزبدة بحبات التوست صارت عندي إياها جاهزة. الجبنة أكيد بدنا جبنة نوعية منيحة، عكاوي أو مجدولة بننقعها منيح مرتين ثلاثة لنتخلص من الملح وبنصفيها. هزيد عليها القشطة، كبيتين حليب ونص كوب سميد ناعم وملعتين سكر وشوية مزهر، بخلطهم على البارد، برجع بغليهم على النار ليجمدوا ويصيروا عندي مثل القشطة. بدها صنيتي بشوية زبدة أو سمنة، وخطيت فصو حلبة، ممكن تحطوا أي مكسرات وممكن ما تحطوا شي. وهلأ بدي رش فرك الكنافة شوي شوي، بعدين بدي أعمل طبقة سميكة تقريبا 2 سنتي أو أول عقدة من أصبعنا، وبدي ملسها من كل الميلات لتصير بمستوى واحد وشكل مرتب. بحط القشطة يلي سويناها بعد ما بردت شوي، وبدي انتبه ما احطها عن الطراف، وبرجع بضيف عليها الجبنة يلي نقعتها بالمي وتخلصت من كل الملح، وزدت لها شوية موتزاريلا لتعطيني المطة الحلوة. كمان بدنا ننتبه انه ما بدنا نحطها على الطراف. وهلا اخر شي ضل في عندي شوية فرق توست، هحطهم كمان على الوش، ممكن ما نحطها وممكن نحتفظ باللي باقي بالفريزر. وهلا بدي اخبزها بالفرن على الرف الوسط على حرارة 180، هتاخد من 30 ل 35 دقيقة بس لما تشوفوا الحواف احمرت يعني صارت جاهزة. بعد ما ارتاحت تقريبا من 5 ل 10 دقايق بحف الحواف بالسكينة شوي حتى ما يكونوا ملزقين وتنزل معي قطعة واحدة مثل ما نكون شايفين. هلا بيكون مجهز القطر، انا عم بحط شوية قطر ما كترت، فيكن تحطوا قطر كمية اكتر، القطر لازم يكون فاتر وهي سخنة حتى تتشرب منيح، وممكن تحطوا قطر شوي وكل واحد يزيد حسب ذوقه على قطعته. هاهي كنافتنا. هلأ بنجي لأهم مرحلة وهي التقطيع. شوفوا كيف القشطة يلي سويناها بتعطيها غنى وطعمة كتير طيبة، جربوها بهي الطريقة، القشطة مع الجبنة، والجبنة إذا كانت نوعيتها طيبة أو نوعيتها منيحة هتعطيكم هيدي المطة الحلوة. هاي وصفتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، بديل سريع للكنافة، جربوها وصحتين وألف عافية.